وأحل الله البيع وحرم الربا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية هي جزء من الآية التي وردت في سورة البقرة، رقم الآية 275. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية القرآنية إخواني أخواتي في صميم المعاملات، إذ لا يمكن نقلا ولا عقلا أن تنظم العلاقة بين الإنسان وربه في مجال العبادات تفصيلا، ويترك هذا المجال مجال المعاملات بعيدا عن التنظيم، لا يمكن، لأن القرآن الكريم هو كتاب جميع، هو كتاب جميع أو كتاب جامع. ربنا قال في حقه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء. وقال أيضا في سورة الإسراء في الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يثمثن في استمثين شرع ربي سبحانه أمكني في كان زال إلى علاقة إلا نهيروم ذنك ربي سبحانه إن ضمت الشرع ربي سبحانه ماذي القرآن ماذي السنة فظليث رمضان العشور الحج في مسالقي مرة كل عبادات إن ضمت انت الشرع خطر أريج زال الإنسان ذي عفظ ربي سوى سويني دين ربي. الأصل في العبادة المنع إلا بنص، الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، الأصل في العبادة الحظر إلا بنص. يعني لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. ورجزر في ندم أذياب ضربين سلفغيس كان كان الرئيس استمغلي سكني كفغا خاطي خاطي لو كان كان أذغى الغاشي اجتهدن إزمرهين رمضان أثن فيكسي دي الشتوى ديسمبر جانفي اترنالمو داين رمضان الفراث الحيج كيف كيف أثن كان بوقته يصمد الحال نغذغ الزكاة تنكشم ذيكس داغ نخدم الرأينا خاطي في مسالقي ضرب بثنتي فران سبحانه عز وجل إما ذي القرآن نغنفي عليه الصلاة والسلام ذي السنة: وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن البيان قد يأتي البيان كليا وقد يأتي إجماليا وقد يأتي تفصيليا. البيان الكلي من خلال تقعيد القواعد وتأسيس المبادئ في الكتاب العزيز، مبادئ مثلا ربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثلا تجي معناه شخصية العقوبة. مثلا رب سبحانه يناد في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود يا كل زونجاجمون يا كل الالتزامات لي كونطرا اريخ ذن فنادم رب دي قال وفوا بالعقود، سواء كانت هذه العقود رسمية احترمت شكليات معينة أو كانت عقودا عرفية. فالآية تنسحب على الجميع، ربي ناد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الوفاء بالعقود أو تطبيق الالتزامات هذا مبدأ شرعي، وتأتي التفاصيل في اجتهادات العلماء واجتهادات الفقهاء. ربي ناد مثلا مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم،
وشاورهم في الأمر. معناه ربي سبحانه أكد على مبدأ الشورى وكذلك مبدأ العدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن هناك نصوص في الكتاب العزيز جاءت في شكل بيان كلي تحتاج إلى بيان إلى تفاصيل وإلى إجراءات تطبيقية متروكة لأهل الاجتهاد، لأهل الاجتهاد. وثقي طبعا حكمة ربانية إلا هم قرن البيان الإجمالي جلوبال. مثلا ربي قال صليوا، برك كيفاش نصليوا ما على بالناش، شكون اللي ورانا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ربي أقيموا الصلاة، ربي قال صليوا، مي كيفاش نصليوا ما على بالناش. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ظل ثمكني ثوالة ما تظل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يفقنا غيد أمشي رنكشم ذي الظليت كبيرة الإحرام، أمشي نركع، أمشي نسجد، عدد الركعات، أنواع الصلوات، أنواع النوافل، أنواع الرواتب، تصن تمثال. كذلك ذي الحج ربي يمر غيد بالحج، أمرنا الله عز وجل بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن كيف نحج؟ لفيد الروت مفصلة راهي موجودة في السنة. هو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فغادي نيغ تقوم قرن البيان الإجمالي، البيان الإجمالي الوارد في القرآن الكريم يحتاج إلى تفصيل وتوضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. هكا ورث الدفقين دنبي عليه الصلاة والسلام وحدث أدنو غال البيان التفصيلي مسند الآيات مفصلة في القرآن فلا مجال للاجتهاد. ربي فصل تمثال ذي القرآن الكريم داين ودي قمري ونذي شمل مخيص نغال لاغيص نغال في كتاب مغليس داين المثال البارز والأمثلة كثيرة. ربي ما يضحك في المواريث يفكي أغذي المواريث مشي لانت الآية السابعة من سورة النساء وما بعدها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة إلى أن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف إلى أن يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أدم ربي في كثير التفاصيل الثلث الربع الثمن السدس خلاص كيف ووال ورزمي راي ودينا غادي غير المخيص كيني خاطي ولا قال غنسي زيام في ستة إلى قتي صربعة إلى قتي ثمان ماشي الشغل النخ ربي فصلت يفصلت أي غردني غاولا كي باش الدنيا ثورة أدوالغ الموضوع الآية وأحل الله البيع وحرم الربا. شرع ربي سبحانه عز وجل لا يمكن أن ينظم مجال العبادات ويترك مجال المعاملات في من عن التنظيم والضبط، بل الشريعة تضبط حركة الإنسان في جميع الميادين في مجال العبادات وفي مجال المعاملات. نعود للقاعدة الذهبية، الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، أي لا نعبد الله إلا بما شرع أون زميرارا نعبد ربي سوى يسوينيغ ديننا يغدي يساد الشريعة. ولكن في المعاملات عكس تماما، الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، بمعنى في مجال المعاملات الأصل فيها الإباحة الجواز كل يوم يتحرك في المعاملات كي ما يحب هو حر، الأصل في ذلك الإباحة إلا إذا كان واحد لقى نص يمنع. مثلا يجي واحد يقول لك أنا نكري دراهم، كيما نكري الحانوت نكريها كل شهر ولا كل عام كذلك نكري دراهم. يجي واحد يحتاج دراهم قال نسلف لك نسلف لك ولكن نعطيك نسلف لك 100 مليون لو طو دانتيري 5% 10% كرا اكسيرو غادرين لو قال يستخدمنا ولا كيني الفلاني يسخر يا دريم
وقيد الحرام وقيد الريبة، لأن المال لا يلد المال. أذريم ودي تسرورا أذريم أذريم ودي تسرورا أذريم ذل حرام. النص الشرعي ناد في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. بعدين الآية 276: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى آخر الآيات إذا هضر في الربا طاس قلن. والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طاس أي غرض الفيذن ربي يحصى يزرى باللي الربا ذريث يتضر، الربا يصنع الأزمات لكريز دو موند لو برومي فاكتور، يعني السبب الرئيس ياكل لكريز ذوقي ذي الربا. الأزمة الاقتصادية العالمية في 1929 لا كريز مونديال نذاغ تذريم شدة تذريم 2008 الراصد في للتاريخ والذي ينظر في الأزمات المختلفة عبر التاريخ وعبر العالم، أزمات اقتصادية وأزمات مالية، يتجلى له قطعا بأن الربا هو العامل الأساس في صناعة الأزمات، والربا قليله وكثيره حرام، 1% 2% 10% 5% كل شيء حرام، ربي حرمه كاملا ذي الفيذن. لذلك الدول اللي تعاملت مع الفيمي مع صندوق النقد الدولي، وطبعا النظام الربوي هو المهيمن على عالم الاقتصاد في هذا الوقت بدون شك، أن الدول التي تتعامل مع صندوق النقد الدولي أو المنظمات المالية العالمية كلها تعاني من ألوان من المشكلات، من ألوان من الهموم، والوقت لا يسمح للتفصيل في هذه المسألة، فتكفي الإشارة فاللبيب بالإشارة يفهم. الآن إذن نؤكد بأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، والحمد لله أن الشريعة الإسلامية كي تحرم حاجة تفتح أبواب حلال. مثلا لادوبسيا تبني حرام، هذا الباب مغلق ربي اللي غلقه، ولكن افتح باب الكفالة ركوي ليغال. يعني الشريعة عندها منهج، كل ما تغلق باب لوجود مفاسد تفتح بابا أو أبوابا أخرى حلال، أبوابا أخرى مباحة، هذا هو منهج الشريعة. فإذا كان الشريعة حرمت الربا بجميع صوره فقد أباحت المعاملات المختلفة، العمليات البنكية كما الآن بعض الدول، والحمد لله هناك دول كانت سباقة إلى فتح البنوك الإسلامية، لا فينونس إسلاميك، البنوك الإسلامية، هذه حقيقة لا ينكرها عاقل. ولاش وين يستخدمنا اللاغيس يستخدمنا العقل يساري ينكر أنت مسلتاكي سوى يون ميف غادي ينكر يطيج، كما قال المتنبي: لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يجي واحد يقول لك اعطيني لا برو بلي رانا في النهار، ما كاش ماهوش معقول. اذا لا فينونس اسلاميك، الماليه الاسلاميه، لا بنك اسلاميك، البنوك الاسلاميه، الصرافه الاسلاميه، هذه حقيقه واضحه لا يمكن ان تنكر. وفي تجارب ناجحه في ماليزيا، في بريطانيا، في دول كثيرة، ومن الدول اللي بدأت، وإن كان تاريخيا الجزائر لها فضل السبق إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة، ولكن وقت ما يسمح باش نتكلموا على الجانب التاريخي. ولكن مؤخرا صدر كما تعلمون إخواني أخواتي النظام الذي يسمى بالنظام 2002 اللي صدر في 25 رجب 1441 الموافق 15 مارس
2020 الذي يحدد العملية البنكية. تأتي المادة الرابعة وتفصل في هذه العملية البنكية المباحة، وهي تنطلق من قوله تعالى وأحل الله البيع. من هذه العملية البنكية المباحة نبدأ بنظام المرابحة، ثم نظام المشاركة، ثم نظام المضاربة، ثم نظام الإجارة، ثم نظام السلم والاستصناع وحسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار. الوقت لا يسمح باش نفصلوا في هذه العمليات البنكية، ولكن هذه العمليات عمليات مشروعة. شرع ربي سبحانه غسل القثبوث من الربا، ولكن يفتح في برا الحلال. في مسألة قوم دلنا غاية مثلا ما نظام المضاربة، ما ذا المرابحة، ما ذا المشاركة، ما ذا الليزينج مقارن الإجارة المنتهية بالتملكة، ما في كذا، ما ذا السلم، ما ذا الاستصناع، ما في كذا. مرة ذين اللي عند الشرع، ولكن لابد أن ننبه إلى أمر خطير جدا. لا يجوز نقلا ولا عقلا استغلال عاطفة المسلمين من خلال إعلان هذه الأمور في شكل شعارات دون أن تحظى هذه العمليات بالرعاية وبالضبط الشرعي والمرافقة الشرعية. تجي مسألة توعر شوطس دعوة ولا قرن هذه الاستغلال العاطفة جنسلمن خطر بنادم مقف مقسل الحلال غادي يزل يمثل أمور نظن فور مثلا في بلاد الغرب أتصفض ما ينحي يفتح يعني ذا بوشري مثلا هذا يكتب حلال الغشة ذا غن في الناس أولين كان حلال فور ماشي ذا أثني خذاع شوف ليش راح يرقم داخل ميل دغيرك يمزوق من برا وش حالك من داخل يدير حلال ولكن هو بلك ما يذبحش بالطريقة الشرعية. هذا بينه وبين ربي سبحانه وهو حرام، هذا الغدر حرام في جميع الأمور. لذلك لا يصح إخواني أخواتي، وخاصة الرسالة موجهة إلى القائمين على هذه النوافذ الإسلامية، نقول رب يحفظكم ويعينكم ويستركم وينصركم ويوفقكم باش تراعيوا قواعد الشريعة الإسلامية أثناء يعني إخراج هذه المنتجات الشرعية للناس. وفي النهاية إذا كان فيه رعاية وفي تطبيق لقواعد الشريعة سنخرج الأمة من الحرج، لأن الأمة تعيش في حرج وفي حرج شديد. كاين الناس اللي عندهم لاير ما خرجوهاش، يخبيها في الوسادة، يخبيها في الخزانة، ما يخرجهاش للبنوك، يقول لك البنوك التقليدية فيها الربا وأنا نخاف ربي فرات. مع أن هذيك الملايير المكدسة المكتنزة في بيوت الناس تعطلت، لم يستفد منها المجتمع، لم تدخل في التنمية الاقتصادية، لم تتحرك في المجتمع، إنها تتحرك خارج الطريق الرسمي أو خارج الطرق الرسمية. يعني هذه الكتلة النقدية الكبرى إن شاء الله تعالى إذا كان رعينا هذه العملية البنكية ستخرج هذه الكتلة المالية النقدية الكبيرة الهائلة وتدخل في التنمية وتدخل في الاقتصاد. نكون ثالثا مسنا حواجة ذريم أي ثمثن في استمثين ذيني مدننا أهو ربي إلى قدس نفكزال إذ شرعي ثقوين يعنان ثم سلقي من البنوك الإسلامية. على كل حال ثورة بشد نشرحك ثم سلقي وقسم حال الوقت، ولكن على سبيل المثال نظام المرابحة مثلا، المرابحة دي اسمي سيدة واليس. البنك مثلا يشتري إما شيئا منقولا أو غير منقول، أما ذخام، أما تحانوت، أما ذي العتاد يوني فغادي يخدم اللوزين
لوزين الدوله استداغ واستزنز نستشيرو عن طريق الاجاره ليزينغ الاجاره المنتهيه بالتمليك اسيدي مبابا وتساوي هامش الربح ماشي الفائده ماشي الطول دانتيري لا لو كونتور في الشريعه الاسلاميه مرفوض لو كونتور راه يمشي عند الربويين في البنوك التقليديه الربويه لو كونتور يخدم لو كونتور وياما لو كونتور دمر الناس وافلس الناس ولكن في الشريعه ما كانش كونتور كان هامش ربح يتفق عليه مسبقا بين الزبون وبين المؤسسه الماليه او بين البنك الاسلامي. طيب مثلا وياخذ هامش ربح شيء عادي شيء عادي يجوز 100% ما في حتى اشكال. طبعا في تفاصيل لا يتسع المقام للتفصيل فيها الان. كاين نظام المضاربه. المضاربه واحد يملك المال والاخر يملك لو سافوار المعرفه. مثلا انتم يا اخواني كيما راكم هنا واحد منكم عنده دراهم عنده مليار سنتين نتكلم على الدينار الجزائري الاخوه والاخوات اللي راهم في الخارج نجيبوا برك ان اكزومبل يعني كونكري في بالدينار واحد يعني عنده مليار سنتيم ولكن ما يعرفش يدير التجاره واش يدير؟ يمدوا لشخص اخر عنده لو سافوار عنده المعرفه صافي واحد عنده الدراهم والاخر عنده المعرفه واش داروا درك؟ داروا نظام المضاربه وهذا النظام مضاربه داروا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيده خديجه سيدة خديجة رضي الله عنها كي كان يخدم معها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنظام المضاربة عادي ويتاجر لها خديجة عندها دراهم والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بعثته تاجر يتاجر عادي شوف يعني يسر الشريعة يولي ساعة غذريم ويضي ساعة ثمسني أخذ من العقد درت العقد خلاص هذا اسمه عقد المضاربة ويسمى ايضا بعقد القراض القراض او المضاربه يلا متفاهمين قدامنا شحال الارباح كيفاش تقسموها وطبعا المضاربه انواع كاين مضاربه مطلقه كاين مضاربه مقيده ايضا في تفاصيل ان شاء الله يجي وقت نفصلوا فيها كامل ان شاء الله يلا انتم تفاهموا درك قدامنا قال الارباح تقسم الثلثين دوتير لصاحب المال لوانتيير ثلث لصاحب للمضارب متفاهمين هكذا الله يعينكم فرضا انتم ربحتوا 600 مليون سنتيم في العام كيفاش تقسموها اللي عنده دوتير دي 400 مليون سنتيم اللي صاحب المال وهذاك المضارب يدي 200 مليون لوانتيير ممكن يتفاهموا العكس يقولوا هذاك صاحب المعرفه يقول حباس أنا صاحب المعرفة أنا اللي ناخذ دوتير عادي يجوز يجوز يقول أنا التجارة أنا خبير في التجارة لو كان أنت ما تعرف والو تخليهم في الدار تاكلهم أنت ولا تنقص القدرة الشرائية نتاعهم تنقص يقول دوتير ليه ولو أنتير لصاحب المال يجوز ممكن يتفاهموا نص نص 50-50% 600 مليون يقسموها 300 مليون 300 مليون شوف الشريعه لا سوبليس نتاع الشريعه يعني مرونه الشريعه وهذه من خصائص الشريعه الاسلاميه انها مرنه عندها مرونه لا سوبليس وطبعا نفس الشيء بالنسبه لليزينغ بالنسبه لامور اخرى عقد السلام وعقد الاستصناع والى غير ذلك من العمليات البنكيه على كل حال اخواني اخواتي الآن وصلت للنهاية باش نقول لكم باللي الشريعة الإسلامية راقية جدا المطلوب منا نحن نرتقي إلى مستوى الشريعة الشريعة عليث نكنيك ديوي الحال إلى قنسة للنيفو باش نوضر الشريعة الشريعة غتقرز تذر الناغ غتقرز الحياة الناغ أنا عفظ ربي ما شاء الله ونخدم المعاملات مشروعة ونفع ذاك الحرمة الربا وعقود الغرار ولي ديتورنومون ياكل مشاكل ياكل مالية إلى آخره الشريعة في غاية غلا حلال وبلا شك
ما إلا نسيدير نسعيشي أكد الحلال أن يدير ذي الهنا ذي ثلويث. وأحل الله البيع وحرم الربا. ثرى يثمث في ختام أعلن لكم سادتي وسيداتي أننا سنشرع بدءا من الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر في الاستمرار في دروس التفسير. كما تعلمون وصلنا إلى سورة النملة، وطبعا بداية مشروع التفسير كان في 2001، ولكن تعطلنا مع هذا الوباء نتاع كورونا. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء عاجلا لا آجلا، بعد التشاور مع الإخوة الكرام استقر الرأي إن شاء الله تعالى أن نستأنف دروس التفسير كل جمعة عن طريق البث المباشر إن شاء الله تعالى، بدءا من الجمعة القادمة على الساعة الواحدة يكون بث الاستمرار في دروس التفسير، ونكملوا مع صورة النمل إن شاء الله وقدر. يثمث في استمثين أكون خبر غسيل الجمعة دي تدون إن شاء الله أنكمل دروس التفسير، تفسير القرآن الكريم ذي المشروع ذاق ذي من فذات ذي 2001 نبضر صورة النمل إن شاء الله. مدى مش حلاقي نحفز دين تزرام أكو ذواتنا قثير فضى ربي إن شاء الله إن شاء الله سعي الشدة أنو غدر دروس التفسير أم كل جمعة في الوحدة أدي عدي درس التفسير إن شاء الله تعالى. أغف قربي باش نكمل لكم القرآن الكريم ما يفكد ربي ثوزي العمر جاون ثلويث أرثي من الإسلام ربي فلاون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.